قول لي يا ادهم، انت عملت ايه في حياتك وحش عشان يحصل معاك كل ده؟ طب ما تيجي معايا دغري على طول كده وتقول لي انت عايز مني ايه بالظبط. امين، هعمل معاك اتفاق. خسران بالنسبه لي لكن يلا، كل شيء بثوابه. اسمع مني، عارف الضابط اللي كان هيقبض عليك النهارده؟ انت هتتوكل على الله وتروح تسلم له نفسك وتعترف، وبدل ما تقعد تقول انا مظلوم والله يا بيه، والله ما قتلتهم، هتعترف له وتقول له ان انت اللي قتلتهم وان كان في مشاكل بينك وبين الضابط ده. يبقى انت بقى اللي قتلت الضابط ده، وشكلك كده بتدور على حد تلبسها له. انت كنت معانا هناك ياض مش كده؟ انت بقى ايه علاقتك بالكاسه دي كلها؟ خليك في نفسك. مليون جنيه كاش، ايه رايك؟ طب بكده تبقى واقف عليك بخساره، وانت عليك من ده بكام؟ ما تسلمني للبوليس واتسجن من غير ما تدفع ولا مليم. تصدق صح، خصوصا ان انت متصور وانت بتقتلهم. متصور ازاي؟ انا ما قتلتش حد.